تحس بأنها تقلق، وفي بعض الأحيان تحس بأنه في بلدان أخرى عندما تتكلم أو تكتب يتركونك تتكلم وتكتب، أو بالأحرى عندما تتكلم أو تكتب تموت، أما في الجزائر اكتب وتكلم كما شئت حتى تموت، يعني فتموت بالقنطة. هناك قلق عقد الناس لأن الجزائر ربتك وعلمتك. من قال عكس ذلك؟ من قال عكس؟ يعني إذا كان ربتني الجزائر نخليكم تعلوا بها وشئتوا، الجزائر أيضا ربتكم وكبرتكم، ولكن سرقتها كلها. الجريمة الكبرى هو أنك تسيء إلى هذه الجزائر اللي رباتك وكبراتك وعطتك المسؤولية. أما الجريمة تاعي أنا نتكلم على كل هذا الظلم وهذا الفساد وهذا التقصير وهذا التحايل وهذا فإذا كان يعتبر يصنف ضمن خانة الجريمة فأنا مجرم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنا لست ضد الأشخاص، لست ضد عبد العزيز بوتفليقة ولا ضد الحكومة كحكومة ولا ضد الأشخاص. أنا ألتقي بالوزراء وبالوزير الأول وألتقي بالمسؤولين في الجزائر الكثير من المودة، ولكن والكثير من الصراحة والكثير من الانتقاد، ولما تلتقي بهم يقول لك عندك الحق. خارج الكاميرات والميكروفونات يقولوا لك عندك الحق، وبعدين لما يروحوا الكاميرات والميكروفونات يقولوا كلام مغاير تماما. أنا الكلام اللي نقوله هنا نقوله لهم كلهم، ليس لدي مشكل، ولكن الجزائر هي اللي عندها مشكل اليوم. هذا التحايل الموجود اليوم وهذا هذا التخوف الموجود اليوم وهذه العهدة الرابعة اللي موجودة اليوم بغض النظر عن عن ما الذي تراه غير منطقي اليوم في الجزائر؟ نعم، ما الذي تراه غير منطقي؟ عندنا رئيس عاجز، عندنا ناس تحكم بالوكالة. تكنا رئيس يعني ربما انتخبه الشعب يعني. ما عنديش. ويخول الدستور يعني باش يترشح العهدة الرابعة وربما. أنا لا أريد أن أشكك، أنا لا أريد أن أشكك لا في الشهادة الطبية ولا في الهيئة الدستورية، هذا أمر آخر. اليوم الجزائر رايحة للهاوية من كل الجوانب، لا قيم لا أخلاق، سرقة كثيرة كبيرة، تحايل كبير على الناس، نهب كبير. انت حتى كلمة الفساد مغيروا لها المصطلح. عندنا 15 سنة والناس تقول كاين فساد في صنة تراك وفي الطريق السيار وفي الخليفة وفي في في كاش، ما شفت واحد حكمة مؤخرا. الوالي تاع النابل الكل يعرف بأنه قتل ليس بطريقة مباشرة بالرصاص، ولكن قتل غما وهما، ولا واحد يرفع صبعه ويتكلم. اليوم حديث عن الوالي تاع النابل الكل يعرف بأنه قتل ليس بطريقة مباشرة بالرصاص، ولكن قتل غما وهما، ولا واحد يرفع صبعه ويتكلم. اليوم حديث عن مسؤولين كبار في الدولة، مسؤولين ماسكين مسؤولية كبيرة، زوجاتهم وأولادهم في الخارج ما يعقدوناش، وعندهم أملاكهم في الخارج ما يعقدوناش، وعندهم علاقاتهم في الخارج ما يعقدوناش. لما يتكلموا على فرنسا أو قطر أو أي بلد آخر، علاقاتهم بالناس الآخرين وطيدة أكثر من علاقاتي أنا. أنا موظف في قناة، لو كانت في بلغاريا لكنت رحت لبلغاريا، ما عندهاش علاقة. العدالة مع احترامي رفعت قضية أو النائب العام نادى أي واحد، شفت أنت مؤسسات تمشي بطبيعية، يمشي وبالتليفون ومن الناس ما انتخبناهمش، والناس منظومة لا تتحلى بالمسؤولية، منظومة لا تتحمل مسؤوليتها، منظومة تسير في الخفاء من ناس ما نش... أنا عارف شكون والناس كلهم عارفين شكون، ولا واحد يتكلم. أنا ماشي طارزون نتكلم، ما عنديش مشكل. رئيس عاجز عن تسيير أمور بلد. حبنا الجزائر أكبر يا سيدي، والجزائر أعظم يا سيدي، والجزائر أنا نتمنى نشوف رئيسي يزهر أمام العالم بأسره، يروح لهيئة الأمم المتحدة يخطب، يروح لأمريكا يلتقي الرئيس الأمريكي، يروح لفرنسا. كنا فخورين ببوتفليقة لما كان يعوش، كنا فخورين. لم أكن معارضا، صدقني لم أكن معارضا لرئيس منذ أصيب بالوعكة الصحية ولم يعد قادرا، لأن هموم البلد كبيرة جدا وتحتاج إلى ناس مسؤولين وتحتاج إلى مؤسسات قوية. عندنا رجال في هذه البلاد وعندنا رصيد وعندنا صيت عالمي لازم نحافظه على. في بعض الأحيان هل يمكن أنه الإنسان يخجل من أبوه ومن أمه ومن داره ومن بلده؟ ما توصلناش لهذه الدرجة أننا نخجل مع احتراماتنا. سنة الحياة هذه هي غدوة لو سكينة. هناك معارضة من معارضة، هناك معارضة تحاول تستثمر في الامر، شيء طبيعي انهم يستثمروا، وهناك معارضه تاع صالونات فقط ومعارضه تاع واجهه وتاع تصريحات بس ما يروحوش للعمق. شفنا الكثير من التصريحات وعارفين الكثير من الاشياء بس ما، ولكن عمرهم ما راحوا للرئيس. بالنسبه لهم خط احمر، خط احمر كبت التي صوتت لامين زروال. امر دستوري، اصوات يعني الامر دستوري، في عمل نظامي دستوري. انا لم اعد قادرا، سامحوني يا شعبي العزيز، لم أعد قادرا. بارك الله فيكم على الثقة، أنا العبء تاع المسؤولية كبير عليا، لم أعد قادرا ولم أجد الناس اللي ممكن أتكئ عليهم. خانوني خدعوني ما عرفتش نخير ناس،
ما هوش عيب، على الأقل أمام ربي سبحانه، على الأقل أمام